تسع دقائق وتسع وعشرين للتصحيح، أفضل التوقيت الزمني في هذا الصباح. بحور مفتاح بن مفتاح بن مطر بن علي بن مفتاح الشامسي هي صاحبة التوقيت الأفضل في هذا الصباح. 4:29 أي 4:29. تهانينا ونموت على فوز بحور مع التوقيت الأفضل الموسمي في هذه الانطلاقات وبهذه الابداعات المستمره. ينطلق ايها الحفل الكريم بعدما شاهدنا وتابعنا شوطنا الذي مضى، وكان الحضور مع ايضا مشاهير الكرام مذيار، وقدمت عرض تشكر عليها ايها الحفل الكريم وقدمها صالح بن حمد بن هدفه العامري، فله التحيه على فوز مذيار وحصولها على المركز الاول. قدمت العرض ما في الكفايه مع الامتار الحاسمه والاخيره، وتحياتنا لابو صالح. ينطلق ايها الحفل الكريم بحفظ من الله ورعايته مثل ما سلفنا شوطنا الثامن في مجموعه الاشواط، الشوط الثامن الذي خصص للقعدان الحج والشبابي. أحمد بن سالم بن سهيل العامري يقدم الشبابي على مقدمة الشوط مع المركز الأول، بينما المركز الثاني بلقى صوغان صالح بن حمد بن هدفة العامري يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. المركز الثالث بلقى ذيب وسهيل بن سالم بن سريم العامري يحتل المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع شوف التقدم في هذه اللحظات وحضور الوسمي وحمد بن سيف بن غميل الاكتبي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس بعد بن غبيل، وش بنلقى هناك؟ حضور في هذه اللحظات وتقدم مع شاهين عبد الله بن سعيد بن هدي الشامسي احتل المركز ايضا الخامس. وبعد المركز الخامس ينخطف لصالح ايها الحفل الكريم، وتقدم ايضا الصباوي ويقدم مشاهد الكرام احمد بن بطي بن حمد او بن حميد بن عقيف الشامسي ياتي بدوره. تابع لي، عطني صوره، عطني لقطه، عطني اشعارات، عطني اسامي، عطني ايضا في هذه اللحظات وبهذه الاثاره. ايضا 39 مشاركة في هذا الانطلاق ويبلغ نصاب الشوط، لكن لا بد من العودة إلى مقدمة الشوط، إلى سكان المقدمة. ما إن شاء الله تبارك الرحمن، يا سلامي على هذا الإبداع، يا سلامي على هذا التحدي والإثارة. الكيل والنص البتر الأخير، ولكن بعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى من يهيمن على الصدارة. هذا هو الشبابي مع المركز الأول في هذا اللحظات، وهذا هو راعي الهدى مسيطر على المركز الأول. أحمد بن سالم بن سهيل العامري مع المركز الأول يقدم الشبابي بتقدم رائع وجميل في هذه اللحظات بقيادة راعي الحديبة. يا سلام عليك سعيد بن حمود المغيري، هو من الذي يأتي، ولكن أيضا متابعة ما شاء الله مع صوغان صالح بن حمد بن هدفة العامري يأتي كذلك بدوره في هذه اللحظات وبهذا الإبداع المستمر. ما شاء الله ولع ولع الشوط، ولع الشوط مع عيال الشيبة. يا سلام، شوف التحدي وشوف الابداع. صوغان صوغان صالح بن حمد بن هدف العامري من قدم مذيار في الشوط الذي انتهى منذ لحظات ايها الحبل الكريم، يقدم صوغان اسم تراثي وجميل محتفظ بن هدفه ما شاء الله. المركز الثاني شبابي واحمد بن سالم بن سهيل العامري ياتي بدوره على مستوى المركز الثاني. بن عقيف قادم من الصفوف الخلفيه ياتي بدوره في هذا الانطلاق ويقدم الصوابي ايضا الصباوي ما شاء الله. واحمد بن بطي بن حميد بن عقيف الشامسي مع المستوى المركز الثالثه. هذا هي نتائجنا للمراكز ثلاثة الأوائل. وخلونا مع صوغان، صوغان مع المركز الأول، صوغان على الصدارة على مقدمة الشوط في هذه اللحظات وبهذه التحديات. نعم سلام وتحية في هذه الإثارة. نص الكيلو والمتر الأخير، نص الكيلو والمتر الأخير في هذه اللحظات، وهذا هو صوغان على مقدمة الشوط مع المركز الأول. الصباوي على مستوى المركز الثاني قادم في هذه اللحظات وبهذا الإبداع المستمر. لكن صوغان 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 على مقدمة الشوطة مع المركز الأول ما شاء الله. صالح بن حمد بن هدفة العامري مع المركز الأول ما شاء الله. 200 المتر الأخيرة، بقينا عروضك يا بن هدفة، بقينا عروضك يا بن هدفة، حيث أن الطاقم متواجدة مع صوغان في هذه اللحظات وبهذا الإبداع المستمر والعصافة الأبطار ما شاء الله. هذا هو صوغان على مقدمة الشوطة مع المركز الأول، يسحب بساط المركز الأول بكل سهولة. الله، تهانينا وناموسه وسلام. نعم السلام، صالح بن حمد بن هدف العامري المركز الثاني. ايضا الصباوي قدم العرض ما فيه الكفايه، وقدم احمد بن بطي بن حميد بن عقيفه الشامسي والمركز الثالث. كان الوصول ايها الحفل الكريم هناك اشعار خليل براهي بن علي بن مفتاح الشامسي المركز الرابع.
المركز الرابع كان الشبابي واحمد بن سالم السهيل عامري الخامس كان وصول من خلال تواجد ايضا الذيب والسهيل بن سالم بن سليم العامري. هذه هي نتائجنا مشاهد الكرام في هذه اللحظات للمراكز ايضا الخمسه الاوائل ساعه وصولها وعبورها نحو خط النهايه. فتهانينا وناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مع الهوسوغال. وقدم بتقدم رائع جميل صالح بن حمد بن هدفه العامري. النقطه الثانيه سلام نعمه سلام وتوقيت الزمن هناك ايضا 4 دقائق 33 نعم مع اللي هو صوغان وصالح بن حمد بن هدفه العامري.